مع انطلاقات هذا الصباح، ونذكر ونجدد التذكير بأن اليوم إن شاء الله هو حفل زفاف أخيكم بطحان بن علي بن حمد بن حديد، الذي أيضا تبرع برموز هذا السباق الذي يقيم خصيصا فرحة بأيضا حفل زفاف بطحان. الله يتمم لك على خير يا أبو حمد. انطلاقة الشوط العاشر في المجموع السادس للقعدان المشتركات، والبداية المقدمة مباشرة مع شاهين للسيد بله بن عبد الله بن محمد بن عبد الله، هو من يتقدم مع شاهين على المركز الأول. نقلتنا على المركز الثاني وعلى صوغان لفيصل بن شفيع بن سعيد، يتقدم بشعار الإنجازات على المركز الثاني، بينما الدخول على المركز الثالث والتقدم من قبل شاهين لحمد بن سعيد بن سالم المري. نقلتنا على المركز الرابع، أتابع المركز الرابع يصل في هذه اللحظات البرق لسالم بن محمد بن تخيل أو بن دخيل الله على المركز الرابع، بينما المركز الخامس الوصول من سراب لهادي بن جار الله المري. نعود إلى شاهين وإلى شعار بله بن عبد الله بن محمد بن عبد الله على المركز الأول، اللي قام رأس ويريد أن ينهي الشوط رأس. يا سلام يا سلام، انطلاقته جميلة، أداء ممتاز للغاية، لكن شوف الواصل، شوف المتسلل في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام على انطلاقة شاهين لحمد بن سعيد بن سالم المري. راح شاهين، خلاص خلاص، ودع الجميع، قال لهم باي باي، مع السلامة للجميع. البندقية هناك في النهاية، راح شرد للبندقية مع آخر 200 متر، والسلام السلام هناك هناك، يذهب إلى عزبة السيد حمد بن سعيد بن سالم المري مع شاهين، من الشحانية إلى عزبتك مباشرة، من الدورة إلى العزبة. السلام السلام، والبندقية، بندقية هذا الشوط تذهب مع مالك شاهين. تهانينا للسيد حمد بن سعيد بن سالم المري المركز الثاني، من وصل في اللحظات الأخيرة الذيب عبد الله بن راشد الهاجري المركز الثالث، المتحد سالم بن محمد بن شابل المري. توقيت الزمن دقيقتين و16 و23 جزء من الثانية. تهانينا للسيد